مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم ومتواصلون معكم من جديد في هذه التغطية لسباق الانتخابات الرئاسية. في هذه الحلقة تحديدا نناقش حظوظ التيار الإسلامي في هذا السباق الرئاسي. اليوم أغلقت اللجنة العليا للانتخابات أبوابها وأعلنت أن هناك 23 مرشحا تقدموا بأوراقهم. من ضمن هؤلاء المرشحين 6 مرشحين قد يتم حزبنهم على التيار الإسلامي، فهناك دكتور عبد المنعم أبو الفتوح ودكتور محمد سليم العوة والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل و المهندس خيرت الشاطر ودكتور محمد مرسي ودكتور عبد الله الأشعل، إذا تم حزبه على هذا التيار حيث أنه ترشح عن حزب الأصالة. فماذا عن هذا التيار الإسلامي وفرصه في النجاح في سباق الانتخابات الرئاسية؟ سيكون معي في هذه الحلقة دكتور محمد حبيب النائب الأول لجماعة الإخوان المسلمين سابقا. مرحبا بك دكتور محمد. وأيضا أنوه مشاهدينا الكرام أن بعد لحظات ولكنهم تأخروا لسوء الحظ سينضم إلي كل من الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة الإسلامية وأيضا الدكتور عمار علي حسن الباحث في علم الاجتماع السياسي. دكتور محمد أنا سأبدأ معك، وهناك عدد من المرشحين ينتمون إلى التيار الإسلامي، هل هذا سيكون يعني حافز لهم أو يعضد من فرصهم في الوصول إلى نهايات هذا السباق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشكر لكم وبشكر للقناة هذه الاستضافة. شكرا جزيلا لك ومتمنيا لكم مزيد من التوفيق إن شاء الله. لعل من نافلة القول إن احنا نذكر سادة المشاهدين إن كل مرشح من المرشحين اللي حضرتك تفضلت بذكر أسمائهم له مساحة هتديله وحتقف وراءه، لكن هذا لا يمنع من وجود تداخل بين المساحات المختلفة ربما بنسب يعني تتباين ما بين مرشح وآخر. الجمهور المصري متدين بطبيعته ومقبل على الإسلام، لكن بيختلف مزاجه النفسي والعصبي والوجداني تجاه كل فصيل من الفصائل اللي موجودة. يعني بالتأكيد لو أخونا حازم صلاح بقي في السباق فسيحصل على الكمية الأكبر من القطاع من ذوي المزاج السلفي العام. نعم. فإذا ما يعني أعيق عن المضي قدما في هذا السباق في السباق يبقى حيروح القطاع ده ربما بنسبة كبيرة للمهندس خيرت الشاطر. طيب وماذا عن دكتور عبد الله الأشعل؟ دكتور يعني عبد الله الأشعل ترشح عن حزب الأصالة السلفي، فأين سيكون موقعه يعني إذا هياخد جزء ولكنه ليس الجزء الأكبر الكبير من المزاج السلفي. طب لماذا من وجهة نظرك؟ لا، هو أولا دخل متأخرا أعطى يعني أو انسحب من أجل خيرت من ناحية، ثم بعد ذلك عاد فرشح نفسه مرة ثانية. هذا التردد الحقيقة بيلقي بظلال سلبية على الدكتور عبد الله الأشعل، فضلا عن انه حزب الأصالة برضه له صحيح حجمه وله مساحته، لكن ليست بهذا القدر الذي يعني من الممكن ان يكون مؤثرا وفاعلا. طيب
طب قبل أن نكمل في هذا الحديث وكيف ستكون هذه الخريطة، أنت كيف تفسر موقف دكتور عبد الله الأشعل عندما انسحب لصالح المهندس خيرت الشاطر ولكنه عاد مرة أخرى؟ من المفترض أن المبدأ واحد وهو عدم تفتيت الأصوات، إذن لماذا هذه العودة؟ ربما خشية من العوائق التي سوف توضع، ونسأل الله ألا توضع أمام مهندس خيرت، وبالتالي فسيكون رهانه على لا شيء، ومن ثم فآثر الرجل أن يعني ينأى بنفسه عن خوض يعني التنازل لصالح. طب هل نفهم من ذلك الموقف انه ترشح للشخص يعني او للاسم تحديدا المهندس خيرت الشاطر يعني وليس بالتأكيد لدكتور محمد مرسي، لان هناك يعني بديل او احتياطي من جانب الجماعه؟ طبعا فرص اخونا خيرت اعظم واكبر بكثير جدا من فرص دكتور محمد مرسي، فالفارق بينهما كبيرا. صحيح سيقوم التنظيم، تقوم الجماعة بتسويق فرصة أخونا خيرت في الكفور والنجوع والقرى فضلا عن المحافظات المختلفة، لكن هناك قبول يهيأ لي أنا شخصيا للمهندس خيرت الشاطر بأكثر من القبول تجاه أخونا محمد مرسي. نعم. طيب هل تعتقد أن جماعة الإخوان قد أخطأت بمثل هذا الطرح الآخر أو الاحتياطي للمهندس خيرت الشاطر، خاصة مع وجهة نظرك أن القبول للمهندس خيرت هو أكبر من دكتور محمد مرسي؟ والله أنا لا أدري، لكن يعني كيف وازنوا، لأنه أنا شخصيا لم أكن موافقا على ترشح أو الدفع بمرشح من قبل الجماعة من حيث المبدأ. نعم. واعتبرت في الواقع هذا خطأ استراتيجيا كبيرا، ما كان لقيادة الجماعة أن تنزلق إليه، لأنه مسألة الاستئثار بكل مواقع السلطة، عندنا مجلس الشعب، مجلس شورى، لجنة كتابة الدستور، ثم الوزارة، ثم أيضا في نهاية المطاف مقعد الرئاسة. بتصور أنه ده من خلال تقييمي للتردد في المرشحين، ده بيخصم من رصيد الجماعة من حيث المصداقية على المستوى العام. من ناحية أخرى هذا الاستئثار يجعل هناك هوة كبيرة من فقدان الثقة بين الإخوان من ناحية والجماعة الوطنية من ناحية ثانية، فضلا عن الشعب المصري بشكل عام، لأن الشعب يكره أن يكون هناك لون واحد، أن يكون هناك فصيل. ولكن اسمح لي دكتور محمد، يعني هناك من يرى أن هذا الحديث هو نظرية النخبة، فكرة أن الجماعة وعدت وأخلت بالوعود، هذا حديث فقط عند النخبة، ولكن الجماعة صامدة جدا خاصة في القاعدة المصرية العريضة، هي لها قاعدة كبيرة جدا في المحافظات المصرية، وسيكون التصويت في الانتخابات الرئاسية مثل التصويت في الانتخابات البرلمانية. أنت كيف تقرأ يعني هذه وجهة النظر هذه؟ هو فعلا يعني احنا دعينا نتكلم عن انه فيه كتلة اللي هي التنظيم، وهذا التنظيم محاط بدوائر، بكل ما اقتربت هذه الدائرة من الكتلة الصلبة بتاعة الجماعة كل ما كانت أكثر تعاطفا ونصرة وولاء، وكل ما ابتعدنا في الدوائر البعيدة كل ما كان هذا التأثير بإيه يضعف شيئا فشيئا. بالتأكيد الرصيد بتاع الجماعة سواء على مستوى مجلس الشعب، على مستوى التردد في اتخاذ القرار، الانحياز للمجلس العسكري خلال 13 أو 14 شهر الماضية، كل ده خصم من رصيد الجماعة. وأنا قمت
أخذ عينة من مختلف الشرائح مختلف الفئات، أساتذة جامعة، مدرسين صغيرين، معيدين، عمال، موظفين داخل الجامعة. فوجدت أن الرصيد بالفعل تراجع إلى حد ما. صحيح لا نستطيع أن نقول أنه تراجع بنسبة كذا، لأنه ده يحتاج بالفعل إلى استطلاع رأي محترم ومقدر، لكن حسب العين التي يعني التقيتها فعلا تم خصم من الرصيد. أعود فأقول بالنسبة للدكتور عبد المنعم كان هياخد من الجماعة نسبة في حدود مثلا 15-20%، هذه النسبة طارت. طب وماذا عن شباب جماعة الإخوان الذين كانوا يؤيدون دكتور عبد المنعم والفتوح؟ هل تعتقد مع ترشيح المهندس خالد أو دكتور محمد موسى؟ حيلتزموا بقرار الجماعة، لكن فيه كتلة حرجة بدأت تتخلق الآن، وهي دي اللي تتحرك خلف الدكتور عبد المنعم، وهي ليست كتلة بسيطة أو هينة، وحركتها جيدة. صحيح محتاجة خلال الأيام القليلة القادمة أنها تتواصل مع الشارع في الكفور والقرى والنجوع والأحياء والمناطق المختلفة، وده ربما يمكن يعدل الميزان شوية. طيب مع أضف إلى هذا أنه عبد المنعم هياخد من القوى الليبرالية، ياخد أيضا من إخواننا المسيحيين، إخواننا الأكبر، وده مش هيصب عند خيرت، وبالتالي فالميزان يكاد يكون فرسي رهان. طيب إذا كان هناك عوائق قانونية كما يعني تم ذكرها، وأيضا دكتور أيمن نور أصبح خارج هذا السباق، إذا كانت هناك عوائق قانونية أمام المهندس خيرت الشاطر وبقي دكتور محمد مرسي ودكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وأيضا طبعا هناك يعني المرشحين الآخرين، أنت كيف ترى إذن السباق في هذه الحالة مع انسحاب المهندس خيرت الشاطر؟ مع انسحاب المهندس خيرت هتبقى فرص الدكتور محمد مرسي أقل بالتأكيد، لكن أعود فأقول ده يتوقف على مدى نشاط كلا الكتلتين، كتلة الإخوان من ناحية والكتلة الجديدة التي تحيط بعبد المنعم أبو الفتوح من ناحية ثانية. طيب سأنتقل معك إلى الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل ومسألة الجنسية. يعني مبدئيا هو قال في المؤتمر الصحفي أن هذه مؤامرة من جانب الولايات المتحدة عليه. هناك أيضا سجل للمخابرات الأمريكية وسلسلة من الفضائح بين حين وآخر تظهر من المخابرات الأمريكية. هل بالفعل هناك عدم رضا من جانب الولايات المتحدة أو من جانب المجلس العسكري عن عدم ترشح الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل؟ والله إحنا من المؤكد أو من الثابت لدينا يقينا أن الإدارة الأمريكية تكذب كما تتنفس، وفي سبيل مصالحها ومشروعها ممكن أن تفعل أي شيء أي شيء. وبالتأكيد موقف حازم بالنسبة للإدارة الأمريكية موقف قوي، موقف مناهض ومرفوض من قبلهم، وبالتالي يعني سيحاولون أو هم حاولوا بالفعل في إيجاد عوائق لمنع الشيخ حازم من أن هو ينافس على هذا المقعد. نعم. وبالتأكيد أيضا المجلس العسكري لا يحب ولا يقبل ولا يرتاح لواحد زي حازم صلاح وإسماعيل. نعم. طيب سنواصل هذا النقاش وتوقفنا عند هذه النقطة، ولكن فاصل قصير مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا ضيوف جدد. فاصل قصير ونلقاكم.
عارف، أنا على طول بشوفك في كرسيك الفاضي على القهوة، الكتاب اللي كنت بتقراه ووصلت لنصه ما كملتوش، الشوكولاتة اللي بتحبها فضلت على الرف عشان انت ما اشتريتهاش، موبايلك اللي ما بطلش رن بس انت ما ردتش عليه، بشوفك في تذكرة السينما اللي فضلت لوحدها في دفتر تذاكر عشان انت ما قطعتهاش، في نضارتك اللي اتكسرت وما صلحتهاش، مضرب التنس الجديد اللي ما لعبتش بيه، ساعتك اللي ما فرقش معاها الغاء التوقيت، وسبحتك اللي انت وحشها، في دبلتك اللي في اليمين وعمرها ما تتنقل للشمال، في كوفيتك اللي لسه الدم عليها بس احنا ما غسلناهاش. عارف، انا بشوفك في احلى حاجه في مصر، حتى لو ما بقتش معانا محدش هيقدر ياخد مكانك، مشاهدينا الكرام. متواصلون معكم من جديد، وقبل هذا الفاصل كنا في حوار مع الدكتور محمد حبيب النائب الأول لجماعة الإخوان المسلمين سابقا، وكان الحوار عن فرص المرشحين الإسلاميين في السباق الرئاسي. دكتور محمد، رأى أن مسألة ترشح بعض المرشحين من داخل جماعة الإخوان المسلمين قد يكون خطأ من جانب جماعة الإخوان، أيضا رأى أن جماعة الإخوان بترشيحها للدكتور محمد مرسي قد تكون فرصه أقل من المهندس خيرت الشاطر، وأيضا قال أن المهندس خيرت الشاطر قد يخصم من دكتور عبد المنعم أبو الفتوح. كانت هذه بعض الرؤى التي طرحها دكتور محمد حبيب قبل هذا الفاصل. ينضم إلينا أيضا في هذه الحلقة دكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي. مرحبا بك دكتور عمار. ودكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية. مرحبا بك دكتور خالد، وبالطبع مرحبا بك من جديد مرة أخرى دكتور محمد. دكتور عمار، أنا كنت توقفت مع دكتور محمد عند الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل ومسألة الجنسية الأمريكية والتي ظهرت فجأة. هو قال صراحة في المؤتمر الصحفي أن هذا قد يكون مدبر أو مؤامرة من جانب الولايات المتحدة. هل في مثل هذه الأشياء مؤامرة من جانب الولايات المتحدة، خاصة مع سلسلة الفضائح للمخابرات الأمريكية التي قد تظهر بين حين وآخر؟ يعني هو الموضوع وصل إلى هذه الدرجة نتيجة أن الطرفين لا يديران الأزمة بشكل حقيقي، بمعنى أن اللجنة العليا للانتخابات يجب
ألا تسرب أي معلومات، أن تتكتم على الأمر حتى تصل إلى المرحلة القانونية التي تعلن فيها قبول الطعون، وتعلن بعدها أن يعني تعلن من يستمر في السباق ومن يخرج من السباق لأسباب قانونية دامغة تقدم إلى الناس بشفافية واضحة ودون لبس. هذه واحدة. الطرف الآخر أيضا يدير الأزمة بطريقة يعني بطريقة أن هذه مؤامرة ويتعجل الأمور. أنا لا أتصور أن هناك مؤامرة، لأن حازم أبو إسماعيل دون أن يقصد هو ذلك، ودون أن يرتب هو ذلك، ودون أن ينصرف ذهنه إلى هو ذلك، كان يلعب دورا مهما جدا لصالح المجلس العسكري ولصالح الإخوان المسلمين في وقت واحد، من خلال إعادة استخدامه واستخدام جمهوره كفزعة جديدة. الولايات المتحدة الأمريكية بعد 11 سبتمبر ربطت بين الإرهاب والاستبداد، فضغطت على الأنظمة الحاكمة كي تغير، ثم غيرت تكتيكها فيما بعد إلى ما سمي البحث عن الإسلام المستأنس، وتحدثت عن الصوفية. ابتداء من 2008 بدأت تقول من الممكن أن نتعامل مع الإسلام المعتدل ويمكن أن نقبله، وطرحت جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها الإسلام المعتدل. فلما قامت الثورة وبدأ مبارك يلعب لعبة الفزاعة مرة أخرى لم تنطلع عليهم، قالوا غيرنا وجهة نظرنا، ليس لدينا مشكلة أن نتعامل مع الإخوان. الإخوان من جانبهم قالوا نحن التيار البديل لهذا التيار المتشدد الذي يمكن أن يحتل أو يتقدم الصفوف في مصر، ولا بد لكم من أن تتعاملوا معنا. المجلس العسكري ومجلس الاستخبارات تعاملت مع ما يجري باعتباره إعادة إنتاج فزاعة خارج الإخوان. إذا كانوا الإخوان لا يشكلون فزاعة للغرب، فها هو طيار جديد، وها هو شخص يعني يتم تصويره على أنه سيكتسح الانتخابات ويرود تطبيق الشريعة وجمهوره بالمئات الآلاف وينزلون إلى الشوارع. فكل بالعكس، هو كان وكان لهذه المسألة من الممكن أن تستمر فترة أطول، واستخدمت في الداخل المصري أيضا لتفزيع بعض الأطراف. ومن ثم الحديث عن مؤامرة يحتاج إلى تحليل ويحتاج إلى تدقيق. أنا كنت يعني كما أنني ألوم اللجنة العليا للانتخابات أنها لا تقدم دليلا دامغا حتى هذه اللحظة. اسمعني دكتور عمريان، طبقا للمعطيات، وهو يتحدث بأن يعني اتفاقية كامب ديفيد يجب أن يكون هناك إعادة للنظر فيها، أنه سيقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية، أنه قد يكون نموذج إيراني جديد، هل من الممكن أن تكون كل هذه المعطيات معطيات لا تعجب الولايات المتحدة، و في يعني في الجانب الآخر زيارة لمكين يعني زيارة لمكين مع خيرت الشاطر وتنسيق مع خيرت الشاطر أيضا، وزيارة للولايات المتحدة. هذا الافتراض ينبني على تصور غير علمي مفاده أن حازم صلاح أبو إسماعيل سيكتسح الانتخابات وأن هو فرس الرهان وسيكسبها بالضرورة. لا أظن أن هذا صحيح في ظل تراجع شعبية التيار الإسلامي، ودي استطلاعات رأي داخل الإخوان المسلمين نفسهم بيتكلموا عن كده، مش أنا لوحدي يعني اللي أنا بتكلم عنه، في استطلاعات كثيرة جدا للرأي بما في ذلك أطراف داخل التيار السلفي وداخل التيار الإخواني، أن الأداء في مجلس الشعب، أن التفزيع الذي جرى أدى إلى تراجع الشعبية. اسمحي دكتور عمار، يعني في نقطة استطلاعات الرأي هناك أيضا من يقول أن مسألة يعني الوعود وأنهم خلفوا الوعود هذه عند يعني فقط عند النخبة السياسية، ولكن قاعدة جماعة الإخوان المسلمين راسخة في المحافظات. يعني بمشي في الأسواق وبروح الأحياء الشعبية وبركب المترو وبركب الأتوبيس، مع أن عندي عربية. جماعة الإخوان هي التي تعطي أنبوبة البوتاجاز بستة جمعيات وبعشر جمعيات في المحافظات، والقاعدة راسخة ما عادتش بتديها، ودي طريقة لا نقبلها، أن المصريين يتحولوا المتسولين، وان الصدقات تستخدم في السياسه، وان البعض يستخدم النفع العام اللي هو المفروض لاجل الله سبحانه وتعالى خالصا لوجهه واجره في الاخره وليس في الدنيا، ان يستخدم هذا في حشد الجماهير للتصويت في الانتخابات. دي مساله انا اربع باي طيار يرفع الاسلام رايه له ان يدخل في هذا المنزلق. لكن اللي انا عايز اقوله، ولكنك ايضا رايت انه استخدم في الانتخابات البرلمانيه، استخدم في الانتخابات البرلمانيه وقد يستخدم ويستخدم في الانتخابات الرئاسيه، بس ثماره اقل بكثير، لان اذا لم يكن التيار الاسلامي مدرك لتغيير الذي جرى، ان لم يكن مدرك ان الشعب المصري شعب حساس جدا ورهيف الحس، وهذه هي نتائج دراسات اجتماعيه وفي علم النفس الاجتماعي راسخه البنيان، هذا شعب خرج مبارك عليه في اثنين في خطابه الثاني زرف عليه الدموع،
وابتزه عاطفيا ومشى معه، ثم بعد ذلك بعد معركة الجمل انقلب 180 درجة ونزل بعشرات الملايين إلى الشوارع ليحتفل بخروجه. الآن الأمر مختلف، أنت الناس لم تصوت لصالح مشروع كما يتوهم أصحابه، الناس صوتت لصالح طيار منظم، لصالح طيار رأت أنه سيتقي الله في أموالهم قياسا إلى العصابة التي كانت تحكم هذا البلد. هذا الطيار فهم الرسالة خطأ، اعتقد أن هذا تصويت على مشروع، مع أن المطروح ليس المشروع، يعني المطروح جزء من المشروع وليس كل المشروع، والذين يطرحونه هم يطرحون اجتهادا داخل مشروع واسع وليس المشروع كله. بمعنى أني حين نتحدث عن مؤامرة أنا كنت أفهم ده لو ظهرت في مثلا الإعادة في الانتخابات بين حزم صلاح أبو إسماعيل وبين مسألة تانية. وبعدين النهاردة في قناة العربية بتقول أن المملكة العربية السعودية بتقول مصادر في السعودية أن السيدة والدة الدكتور حازم دخلت إلى المملكة بجواز السفر الأمريكي. بمعنى أنا أرضى برجل دين أن يدخل في هذا المنزلق، عليه أن يتصرف بمسؤولية ويتحدث مع أتباعه، يقول لهم بشكل واضح هذه مسألة إذا كان فيها شك ومقتنع أنها لعبة وأنها مؤامرة يطلب منهم أن ينتظروا حكم القضاء فيها ويقدم الأدلة التي تثبت عكس ذلك. في نفس الوقت على اللجنة العليا للانتخابات أن تحترم عقلية الشعب المصري وتحترم جمهور المصري، وإذا كان لديها دليل دامغ مختوم بالختم الفيدرالي أو لديها صورة من جواز السفر أو ما يدل على أن السيدة والدة الأستاذ حزم صلاح أبو إسماعيل حصلت على الجنسية الأمريكية بما لا يؤهله لدخول الانتخابات، أن تقدم هذه الوثيقة للرأي العام وبشكل واضح ومحدد. الذي يفصل في ذلك هو القضاء، مش الضغط أو محاولة البعض أن يلوي. لا ننسى أن هذه المواد احتفي بها ظنا منهم أنها ستخرج البرادع من السباق، هذا البرادع الذي قالوا أنه أمريكي وأن زوجته غير مصرية وأن والدته مش عارف، وأتضع أن ده كله هباء منصور. نعم، طب سأنتقل لك دكتور محمد، هل تعتقد بالفعل أن شعبية جماعة الإخوان المسلمين انخفضت بعد الانتخابات البرلمانية وبعد حصولهم على مجلس الشعب؟ يعني أنا بالفعل أذهب إلى هذا الاتجاه، أنه هذه الشعبية بالتأكيد تقلصت واتخصم من رصيد الإخوان لدى فئات وشرائح متعددة على مستوى المجتمع المصري. مسألة أنه بيشاع أنهم حصلوا على الأغلبية، لا، الأغلبية دي ناتج عن إسقاط الشعب المصري للفلول، وأنا بعتقد أن الأصوات التي ذهبت للإخوان كانت نكاية في المجلس العسكري ذاته وخروج من المأزق، لأن المجلس العسكري الحقيقة لعب دورا من أخطر الأدوار في تلميع والحفاظ على الحزب الوطني المنحل وجذوره ومظاهره ورجاله وأوتاده وإلى آخر هذا كله. فكان هذا التصويت درسا ليس لأحد بقدر ما كان موجها للمجلس العسكري. طيب، احنا كنا متوقعين انه يفوز الفلول من خلال المال ورجال الأعمال ب يعني 30% أكثر قليلا من خلال المال والعصبية والعائلية والعشرية وما إلى غير ذلك، لكن كان الشعب أذكى وأوعى، وكما فاجأنا بهذه الثورة فاجأنا أيضا بإسقاط الفلول على غير ما كنا نتوقع أو نتخيل أو نتصور. ومن ثم أرجو أن إحنا لا نغتر كثيرا بهذه الأغلبية التي تم يعني الحصول عليه، ناهيك عن مسألة الاستفتاء الذي جرى في رفض مجلس الشورى. يعني شوف نسبة التصويت في مجلس طيب الشعب كانت قد ايه، والتصويت بالنسبة يعني لمجلس الشورى قد ايه، وبالتالي طيب انتم كنتم تمتلكوا الحشد لكن لم يكن هناك في النهاية اذا كنا امام مرشح يعني يقال عنه انه من جانب المجلس العسكري او مرشح من الفلول ومرشح اسلامي، يعني تعتقد الى من سيميل الشعب المصري؟ يعني انا عايز اقول حاجة مهمة، انه لولا حالة التردي والتفتت والتشرذم التي حدثت سواء على مستوى التيار الإسلامي بكل فصائله وعلاقته بالجماعة الوطنية ككل فضلا عن القوى الثورية كذلك، ما كان
شخص كعمر سليمان أن ينزل إلى الساحة كمرشح. صحيح. يعني هو انتهز فرصة هذا التردي، هذا التدهور، هذا التراجع، ونزل كمرشح. لكن أنا أحسب أنه الشعب المصري سيفاجئنا في هذه المرة كما فاجأنا من قبل في المرة الأولى وفي الثانية. نعم دكتور خالد، يعني أنت متحدث طبعا باسم الجبهة السلفية، هناك تهديدات الآن أن يخرج الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل من هذا السباق الرئاسي، لمن ستعطون الأصوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني أنا أرجو أن يكون الأمر أوسع من قضية الأستاذ حازم أبو اسماعيل. نحن الآن أمام قضية وطن وقضية أمة معرضة فعلا ومهددة بأن تجهض كل مقدراتها، كل مكتسباتها يتم إجهاضها. ما حدث هو أروع نموذج عالمي لإدارة الأزمات، أروع نموذج عالمي قدمته العبقرية المصرية في الاتجاه الخاطئ للأسف، زي ما بتقدم كتير في الاتجاه الصحيح لإدارة الأزمة. كل ما حدث هو كان إدارة للأزمة. تم يعني إقناع الإسلاميين بأن الجو تصالحي، وأن هم يمكن أن يعني يعطوا الفرصة كاملة للدخول في البرلمان واستغلال أغلبيتهم العددية وأغلبيتهم الشعبية. فخلاص الثورة انتهت، يبقى احنا ندخل العملية السياسية كمكتسب من مكتسبات الثورة. وإذا كنا الأغلبية يبقى احنا من حقنا نكون أغلبية، وده كان فخ نصب للحركة الإسلامية لإدخالهم في شبهة الموالاة. وزي ما كنت قلت لحضرتك قبل كده، يمكن إن احنا لما ندخل الموالاة في الوقت الخطأ، معروف إن الأغلبية هي الموالاة، موالاة النظام الموجود. فاحنا أصلا في ظل النظام، هو من فلول وتوابع النظام السابق، دي نقطة. النقطة الثانية، النظام لم يسلم السلطة بعد، النظام عسكري، كل شيء مهدد بالفناء والعودة إلى أسوأ مما كان عليه. فإدخالك وحشرك في خانة الموالاة في هذا الوضع، وترك الفئات الليبرالية والفئات الأخرى السياسية الأخرى في البلد في الشارع في خانة المعارضة، ده كان إشكال خطير فصل الشارع الأول وعمل انشطار فيه. الأمر الثاني، أقنع الأقلية. إحنا لازم نتبادل يعني الخطاب الهادئ، أولا يكون يسود الخطاب الهادئ الخطاب التصالحي بيننا كفئات وطنية، مش التصالحي مع السلطة. دي نقطة. النقطة الثانية، نعالج أخطائنا والجميع يعترف بأخطائه، رغبة في عمل شيء جديد لمنع ما سيحدث قريبا. يعني قريب في مسؤول بيتكلم، مسؤول كبير جدا في الدولة، بيتكلم إن مصر تهرب لها 10 مليون قطعة سلاح. الكلام ده مش عبثي، الكلام ده مدروس، والذي يقوله يعرف لما يقوله، ويقوله كتصريح علني. متهرب 10 مليون قطعة سلاح، بعضها إقامة القوات المسلحة عشان برضو الدور البطولي للقوات المسلحة بمصادرته، والبعض التاني في إيدين الشعب. يعني عشان تعمل إيه؟ عشان إيه اللي يحصل قريب؟ عشان مين يضرب مين؟ طيب إذا يعني أنت ترى أن الخطأ كان من جانب التيار الذي حاذ على الأغلبية في البرلمان، التيار الليبرالي شعر بالخطر فبدأ، ومن حقه بدأ يدور على مكتسباته وبدأ ينازع عليه. طيب. أنا كان سؤالي لك، يعني إذا افترضنا الآن هناك 6 مرشحين يحسبون على التيار الإسلامي، بافتراض أن هناك تهديدات تعوق الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل عن يعني استكمال هذا السباق، أنت كمتحدث باسم الجبهة السلفية، هذه الأصوات ستذهب لمن؟ يعني تم مناقشة هذا الأمر منذ ساعته الأولى. بالفعل نحن الآن في وضع خطير، لكن احنا بننتظر أن الأستاذ حازم أبو اسماعيل ينتهي الإجراءات القانونية وينتهي الموضوع بشكل قانوني. وهنا ينبغي أن أؤكد، احنا بنسمع بعض دعوات أنا بعتبرها دعوات مشبوهة، حتى لو صدرت من بعض الشباب المتحمس، من بعض الناس اللي حوالين الشيخ، دعوات الدم الدماء والموت والكلام ده، هذا كلام مرفوض، مرفوض من كل العقلاء في هذا البلد، وينبغي أن يكون مرفوض على رأسهم القوى الإسلامية، من كان منها في الشارع مثلنا، ومن كان منها في البرلمان وغيرها مثل الآخرين. هذا الأمر أنا أشك فيه جدا جدا في مصادره، وأحذر منه الغاية، لا دماء ولا موت. حتى لو الثورة هترجع تاني في مرحلتها الثالثة، إذا اعتبرنا نوفمبر هي الثانية، ينبغي أن ترجع سلمية كما كانت. الدماء والكلام ده لا يصلح للمجتمع المصري، ولن يناسب هذه البيئة. موضوع الأستاذ حازم مسعود موضوع سياسي قانوني، لا ينبغي إدخاله في فوضى شعبية، ولا أظن أن الأستاذ حازم نفسه يرضى بهذا، سواء خرج من السباق أو بقي، دي نقطة لازم أكد عليها. أما مين؟ أنا بقول أن كان أروع ويعني الجواد الذي له قصب الصدق في مصر، لو رشح مبكرا هو المهندس خيرت الشاطر، وليته ترشح مبكرا. يعني إذا كانت الجماعة هترجع في قرارها كانت رجعت بدري. ليه الرجوع في الوقت الخطأ وبالسيناريو الخطأ بالشكل اللي حصل ده؟ المهندس خيرت الشاطر احنا خصمنا رصيده الكبير جدا جدا
احنا اللي افسدنا هذا الرصيد. طيب يعني هذه الاصوات كانت من وجهه نظرك كانت من ممكن ان تذهب الى المهندس خيرت الشاطر بافتراض ايضا ان هناك تهديدات تعوق مثل هذا الترشح، هل دكتور محمد مرسي سيكون له مثل هذا النصيب كالمهندس خيرت الشاطر ام من اختلاف مطلقاً الاشخاص يخلف ايضا الاصوات التي تذهب اليها؟ مع احترامي طبعا لمقامات هؤلاء الناس المحترمين للغايه، لكن طبعا مطلق المهندس خيرت الشاطر طبعا شخصيه مميزه لها ما ليس لغيره ولا الدكتور محمد مرسي ولا غيره، مع احترامي طبعا للدكتور محمد، ولكن احنا انزلنا للمهندس خيرت الشاطر بهذا السيناريو كان خطا وخصم من رصيده. هو يبقى ان لم يتم اقصائه، لان احنا بنعاني من حاله تفخيخ لكل شيء، كل شيء ملغم ومحطوط في الالغام لتنفجر في الوقت المناسب. طيب اذا هذا واضح، يعني اذا كان موجود فانت ترى ان هذه الاصوات ستذهب، هو انسب شخصيه. واذا لم يكن موجود في هذا السباق، إذا لم يكن موجود في هذا السباق، يعني سيتم كقوة إسلامية احنا بنفضل المرشح الأقرب للتيار أو الأقرب للمشروع الإسلامي، ولكن ساعتها بقى سيكون هناك نظر، يعني نشوف حسب معطيات الموقف. لكن في نقطة مهمة، الفرق بين الظاهرة والاستخدام، يعني الدكتور عمار يسمح لي خلفه، فقضية إن حازم أبو إسماعيل مثل طيارا، والطيار ده من عمق المجتمع، من عمق ثقافته وحضارته. طيب سنواصل يعني المقاطعة، ولكن سنواصل مرة أخرى هذا الحوار، ولكن اسمحوا لي مشاهدي الكرام سيكون هناك موجز لأبرز وآخر الأخبار عند رأس الساعة، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام متواصلون معكم من جديد، وقبل هذا الفاصل وكنا في هذه الحلقة يدور الحديث حول خريطة الانتخابات الرئاسية القادمة وكيف سيكون التيار الإسلامي أو تمثيل التيار الإسلامي في هذه الخريطة الرئاسية. كان معي دكتور عمار علي حسن ودكتور محمد حبيب وأيضا دكتور خالد سعيد، مرحبا بكم من جديد. دكتور عمار، يعني جماعة الإخوان دفعت بمرشحين في هذا السباق الرئاسي، هل المرشحين سيكون لهم نفس الثقل السياسي والانتخابي، وهل هذا يخصم من رصيد الجماعة أم يضيف إليها؟ قصدينا الدكتور مرسي والمهندس خيرت الشاطر؟ نعم. لا، أحدهما بديل للآخر، يعني إذا لم يظهر مانع قانوني للدكتور خيرت، أعتقد أن للمهندس خيرت أن الدكتور مرسي يعلن انسحابه لحسابه، حتى لو كانت المسألة من الناحية القانونية قد تجاوزها الأمر. يعني لابد للانسحاب من توقيت محدد، وإلا سيدرج اسمه في ورقة الانتخابات. المهم أعتقد أنهم هينتظروا قبل الساعة الأخيرة، إذا وجدوا أن أوراق المهندس خيرت الشاطر سليمة من الناحية القانونية سينسحب الدكتور مرسي. إذا وجدوا أن الأمر فيه عيب قانوني يحول دون استمراره في السباق، فهيبقى الدكتور مرسي هو البديل. طيب إذا كان هناك انسحاب للمهندس خيرت الشاطر، هل دكتور محمد مرسي له نفس الثقل السياسي والانتخابي، وهل الجماعة يعني من وجهة نظرك أخطأت مثل هذا الترشيح الاحتياطي، أم أنه كان لا بديل أمامها؟ لا، ده يعني هي من وجهة نظر مصالحها البحتة التي تبحث عنها منذ اللحظة الأولى، ما دامت تزاحم على منصب الرئاسة فكان يجب أن تضع بديلا خوفا من العوار القانوني الذي قد يصيب موقف المهندس خيرت الشاطر. لكن لا أتصور أن الدكتور مرسي بشخصيته وإمكانياته سواء داخل الجماعة أو خارج الجماعة لهما للمهندس خيرت الشاطر. على سبيل المثال، المهندس خيرت الشاطر متقاطع مع الجماعات السلفية وينظر إليه باعتباره واحد منهم إلى حد كبير، من ناحية الأفكار ومن ناحية التصورات وحتى العلاقات الذاتية، وكثير مما جرى في البرلمان في الفترة الأخيرة من اتفاق بين جماعة الإخوان وبين حزب النور كان مهندسه المهندس خيرت الشاطر. خيرت الشاطر أيضا نتيجة هو المرشد الحقيقي لجماعة الإخوان، هو المتنفذ الذي يمسك الخيوط بيده، المال في يده، التنظيم في يده، ومن ثم لا يمكن للمهندس الدكتور مرسي أن يقول، لكن يمكن وقتها للمهندس خيرت الشاطر أن يضع إمكاناته وعلاقاته والذين كانوا يصوتون له في وجه في صالح الدكتور محمد مرسي. لكن أنا أؤكد لك زي ما قال الدكتور محمد حبيب أن صاحب القدرة الحقيقية في هذا البلد هو الشعب المصري، وأن التيار الإسلامي أيا كان وضعه عدد الحقيقي هو عدد من ذهبوا للتصويت في مجلس الشورى إلا قليلة، دي قدرته الحقيقية على التعبئة. ولا أحد يقول أن مجلس الشورى مسألة مختلفة، لأن التيار الإسلامي كان يهتم بمجلس الشورى
لأنه سيصنع النصف الآخر من المنتخبين الذين سيضع الدستور، وهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة له، أو قضية جوهرية. هذه هي قدرته الحقيقية على التعبئة. ومن ثم المهندس خيرت الشاطر كان من سهل تسويقه لدى القطاعات العريضة من الجماهير أكثر من الدكتور محمد مرسي لأسباب عديدة جدا. يعني لا يمكن أن نقارن بين دكتور مرسي، هو يسمى يعني رئيس حزب الحرية والعدالة، الزراع السياسي لجماعة الإخوان. ولكن اسمح لي فيما يخص يعني نقطة التعبئة، كانت هناك يعني انتخابات النقابات في الأشهر الماضية، وجماعة الإخوان المسلمين يعني ربما باستثناء نقابة المحامين أثبتت من جديد أنها لديها القدرة على التعبئة وعلى الوصول وعلى قاعدتها الشعبية. طيب، الموجودة. حلو قوي. أنا يعني في انتخاب، يعني على سبيل المثال انتخابات نقابة الصحفيين، منذ أن التحقت بالنقابة وأنا أحضر دي، مسألة فنيا جدا غاية في التعقيد. بمعنى لو في جماعة قليلة منظمة تعبأ كل إمكانياتها وكل أفرادها للذهاب إلى صندوق الانتخاب وتصوت بقائمة محددة، بينما البقية تشتت أصواتها، يعني مثلا بيبقى هم عندهم ستة عايزين بيرموا عليهم، وبعدين الباقيين في ستين، العدد الجمهور ده أكبر منهم لكن أصواتهم مشتتة ومبعثرة هنا وهناك، ففي العد النهائي ممكن الأقلية المنظمة تفوز. انتخابات الرئاسة المسألة مختلفة تماما، انتخابات الرئاسة المسألة واضحة، لا سيما في جولة الإعادة، إذا عاد واحد من جماعة الإخوان دكتور مرسي ولا مهندس خيرت الشاطر مع متسابق آخر. نعم. طب أنا دكتور محمد سأنتقل إليك، يعني والتصريحات التي قالها اللواء عمر سليمان أنه بمجرد إعلان الترشح لرئاسة الجمهورية بدأ يتلقى التهديدات، أنت كنت يعني قيادي بالطبع كبير في جماعة الإخوان سابقا، هل هذا يبدو منطقي من جماعة الإخوان المسلمين، أو تصريحات اللواء عمر سليمان هل تبدو منطقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشوف إنه هذه المسألة يعني محاولة لاستعداء الجماهير ضد وتجبهها ضد الإخوان المسلمين كورقة من أوراق الضغط، فضلا عن إعطاء إحساس وانطباع أنه الرجل يعني بالقوة بالمتانة بالمنافسة الشرسة، بحيث تدفع الإخوان على حد زعمه بأنهم يعني يعلنوا عن تلك المحاولات. هي عموما تدخل في إطار الادعاءات والمزاعم الخائبة إذا جاز التعبير، أكثر منها يعني أشياء يمكن الاعتماد عليها. طب وإذا اعتبرنا أن هذا المرشح هو مرشح المجلس العسكري، هل من الممكن الرجوع مرة أخرى إلى الماضي وإلى السيناريوهات السابقة وإلى مسألة التوتر بين المجلس العسكري وبين جماعة الإخوان، خاصة بالاتهامات الصريحة أن هذه التهديدات تأتي من عناصر تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين؟ لا، هو إحنا بنقول أنه ثمة تفاهمات حدثت حتى مع عمر سليمان في الفترة اللي كانت القوى الثورية موجودة في الميدان، وأنا حينما اتصل بي الدكتور بديع في ليلة أن أرسل الأخوان بديع مرسي والكتتني إلى الحوار مع عمر سليمان، قلت ستكون هذه نقطة ووصمة في جبين الإخوان على المستوى التاريخي العام. إذا كنت قد اتفقتم مع القوى الثورية في الميدان ألا تفاوض أو حوار إلا بعد الرحيل، فلابد أنكم تثبتوا على هذا، لأن المحاولة التي يقوم بها الآن عمر سليمان ومن وراءه هي محاولة لشق وحدة القوى الثورية، وبالتالي تفتتها ومن ثم السيطرة عليها. فأقصد أن أقول أنه يعني هذا التفاهم قائم منذ زمن بعيد، والتفاهم استمر، يعني لا نستطيع أن نفهم طب وهل هذا غض الطرف طب وهل هذا كشف التفاهم العذرية
عن المسرح البالون، عن المجزرة بتاعت مذبحة مسبير ومحمد محمود، مجلس الوزراء وإلى آخر، هذا كله دون طيب. أن يكون هناك طب يعني إذا يعني من وجهة نظرك أن التفاهمات كانت موجودة بين جماعة الإخوان وبين المجلس العسكري، هل هناك ما عكر هذا الصفو الآن؟ لا، يعني هو المجلس العسكري كان هناك حديث حول خروج آمن، وأنا أتحدث ليس عن خروج آمن بقدر ما بقاء آمن. يعني المجلس العسكري المفترض أن تكون هناك محاسبة ومساءلة له عن الفترة أيام المخلوع، أن تكون هناك محاسبة ومساءلة فيما يتعلق بالدماء التي أهدرت والأرواح التي أزهقت خلال الفترة الماضية، ثم بعد ذلك المجلس العسكري ذاق حلاوة السلطة وتمرغ في نعيمها، وبالتالي هو حريص ولديه مشروعات ومصالح وإلى آخره، وبالتالي فهو يريد ألا يترك قبضته تنفرج ولو قليلا. عنده الآن مجلس شعب ظريف ولطيف وحنون وودود، ولن يجد أفضل من هذا. مجلس شورى كذلك، من يكتب الدستور لكي يضمنه بعض ما نتصور أنه يحكم قبضة المجلس العسكري على شؤون البلاد. ثم إذا كان ثمة رئيس ظريف ولكن حتى الآن يعني دستور يكتب بأغلبية أو يعني هذه المشكلة. وبالتالي فمسألة الزوبعة في فنجان، إنه خطاب من الإخوان وخطاب آخر رد عليه، أنا أتصور إنه هذا الحقيقة يعني نوع من الغزل، ولكن يعني غزل من نوع مختلف. هذا له مشروعه وذاك له مشروعه، ومن ثم فالخلاف لن يفسد كما يقولون للود قضية. طيب. وبالتالي فإحنا إذا كان ثمة صعود ناحية الهاوية ثم يعود كل شيء إلى مكانه الطبيعي، خاصة وأن الإخوان حريصين حرصا شديدا على ألا يصلوا إلى مرحلة صدام، لأن ثمرته مرة. درس 54 بيلقي بظلاله، ولكن بدل أن يستخدم الإخوان القوى الثورية التي انعزلوا عنها من مبكرا، للأسف الشديد هم أضعف طيب. أضعف حالا من أي وقت مضى الآن. وبالتالي هذه فرصة من أعظم الفرص اللي بتتاح لعمر سليمان إن هو ينزل كمرشح للمجلس العسكري وللمؤسسة العسكرية. نعم. دكتور خالد، يعني من المنتظر غدا أن يكون هناك الطعن المقدم من جانب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ماذا في شعبتكم أيضا غير هذا الطعن؟ والله أنا في تصوري أن المسار الأخير هو المسار القانوني، يعني أخشى أن يبقى فيه احتجاجات لو ما كانش فيه أدلة دامغة أو واضحة لهذا الأمر، أن يبقى فيه احتجاجات، وأرجو أن تكون هذه الاحتجاجات حتى إذا قامت أن تكون سلمية كما هو المطلوب. على أي حال، زي ما قلت لحضرتك، إحنا اللي بننظر له في الفترة القادمة دي هو مصلحة هذا البلد. القضية مش قضية مرشح بعينه، قضية ما الذي سيكون. الآن البرلمان مهدد بأنه يحل في أي لحظة، الرئيس مهدد بأنه يكون عمر سليمان أو حد من بقايا النظام السابق، يبقى خلاص ما الذي بقي. فنقطة مهمة جدا لازم ننتبه لها، أن قضية الأستاذ حازم أبو إسماعيل كظاهرة هي ظاهرة أيضا أظهرت عمق المشروع في الواقع المصري، مش زي ما الدكتور عمر بيقول. لأن طبعا أنا شايف الدكتور عمر بيعمل حاجتين، هو حاول يعني يلغي أن التصويت كان للمشروع، وبيحاول يقزم التيار الإسلامي في الواقع، والحاجتين دي منافيين للواقع في الحقيقة. يعني الناس لما صوتت لمشروع، ولذلك إذا ذهب الإخوان، إذا بقي الإخوان، إذا جه السلفيين، إذا راح السلفيين، المشروع ده عميق في المجتمع المصري. وإحنا الحمد لله بعد الثورة حصل حاجة ظريفة جدا، يعني أرجو أن احنا نظهرها ونلمعها كده، أن بدأت الجماعات والتيارات تنساح لصالح المجتمع، تذوب لصالح المجتمع. بس أهم حاجة النخبة، ولكن هو ما أشار له يعني نسبة التصويت في مجلس الشورى وهي كانت منخفضة جدا. هرد على النقطة دي حضرتك، أنا بس بأكد على الجزئية دي، يعني دي الإيجابية. احنا دايما عايزين نظهر الإيجابيات والتي يعني المساحات التي نلتقي فيها ولتدعم تماسك ولحمة هذا الوطن. أن تبدأ التيارات والجماعات بالفعل، يعني شفنا شباب الإخوان بدأ ياخد خيارات منفصلة عن الجماعة، سواء هو بره الجماعة وهو جواها، يعني بعضهم انشق مع دكتور عبد المنعم مفتوح وغيره، وبعضهم خد خيارات مثلا لدعم حازم أبو إسماعيل، وبعضهم بياخد خيارات اخرى ثوريه وينزل الميادين بغض النظر عن قرار الجماعه. ده شيء جديد. الشباب السلفي
يعني قواعد حزب النور وقواعد الدعوه السلفيه، اعداد كبيره جدا منها قالت هندعم حزم ابو اسماعيل، وناس فيهم بقت تنزل المدينه معانا خلافا لقرار الجماعه او الحزب. اذا انا بقول هذا الذوبان وهذا الانسياح، بس يحتاج حاجه ثانيه، ان النخبه اللي هي بتحرك الراي العام في بتحرك الراي العام في البلد تلتقط هذه هذا الانسياح قبل ما يدوب ويتشطر ويبقى ظاهره سلبيه، وتبدا تؤطره في اطار جديد يخدم مصلحه البلاد. المشروع موجود وعميق في المجتمع، سواء بقيت الجامعات او لم تبقى او ضعفت او قويت. اما مساله الشعبيه، مساله مجلس الشورى، مجلس الشورى الناس كانت زهدت في من اللي حصل في مجلس الشعب، والشعب نفسه قصير شويه، بس هو مش عبيط ما بيضحكش عليه. الناس بدات تزهد، واما على الاعداد احنا مش جايين نلوي دراع بعض او نظهر ان ده اقوى وده اضعف وده يعني مش مساله، مش مساله فتوانه. اللي نزل في الميادين يوم 29/7 كان ما كانش اصلا نص التيار الاسلامي اصلا كما نعلم، لان احنا عارفين مين اللي طلع ومين ما طلعش. فالقضيه مش قضيه كده، القضيه احنا لازم بس نقطه مهمه، الامريكان وسياستهم مع الحاله الثوريه في مصر، قبوله بالاخوان مش كخيار معتدل او سلمي او سياسي فقط، انا بقول ان هو قبول اضطراري، قبول اضطراري، لان امريكا ما بتتعاملش مع الحاله الاسلاميه في مصر فقط او في منطقه محدوده فقط، بتتعامل مع الحاله الاسلاميه ككل في العالم الاسلامي. امريكا الان دخلت حربين وهي في اضعف حالاتها برضه عسكريا واقتصاديا، وهي بتتعامل بطريقه اظهار الرضا، يعني مثلا لما يجد ان الاسلاميين في مصر هيوصلوا الاغلبيه ما، فيبدا يظهر يعمل محاوله اظهار الرضا، وتروح السفيره ان باترسون تحاول تقابل الدكتور مرسي او الدكتور كتاتني او غير ذلك او حتى فضيله المرشد. مساله فانا بقول احنا خرجنا من مرحله الاستئصال اللي ظنت امريكا انها تستطيع انها تمارسها مع القوى الاسلاميه، خرجنا من مرحله الاستئصال يعني طبعا هناك يعني خط اخضر من جانب الولايات المتحده لجماعه الاخوان. الاخوان وغيرها كمان، هي بدات الان تدخل في مرحله الاحتواء بعد ما حاولت محاوله الاستئصال ما فشلت، بدات تدخل في مرحله الاحتواء، ودي مراحل في العلوم السياسيه معروفه، اخشى انها بعد كده تضطر تدخل في مرحله التفاوض ايضا. طيب سانتقل لك دكتور عمار، يعني كيف ترى مشهد الانتخابات الرئاسيه القادم في ظل ترشح اليوم عمر سليمان؟ هو ذهب اليوم ومعه مدرعات، معه يعني حشد حج، يعني قد يبدو المشهد غريب بعض الشيء، المشهد قد يوحي أنه مرشح العسكري، إذا كان هناك مرشح العسكري ومرشح للتيار الإسلامي كيف سيكون المشهد من وجهة نظرك؟ يعني أنا لا أظن أن عمر سليمان نزل إلى السباق دون أن يرتب الأمر مع المجلس العسكري بشكل أو بآخر، وإلا يبقى يعني يحلق في الفراغ يعني. لكن أنا بس في دقيقة واحدة عايز بس أعلق على كلام الدكتور خالد سعيد، المتعمق والمتجذر في نفوس وعقول المصريين، وأنا كاتب ده في كتبي، هو الدين، لكن هناك فرق بين الدين وبين التدين الذي ممكن يتحول في الكولور أو أيديولوجيا سياسية أو ثقافة سائدة أو أساطير أو تجارة أو عصاب نفسي. مشروع الإسلامي ده مشروع سياسي أيديولوجي، الناس لا يعني على الإطلاق أن الناس لا تصوت لهذا المشروع أنها خارج الدين، المتعمق عند المصريين هو الدين، ولا أحد يزايد أو يدعي أنه المسار السليم أو أنه صاحب المشروع الذي يمثل الإسلام. الإسلام فضاء واسع، الخلاف بيننا جميعا خلاف في التأويل وليس خلافا في التنزيل، لا أحد يعني. لكن فيما يتعلق ودي هتترجم في قضية الرئاسة على هذا النحو، أن البعض وبطريقة فيها قدر من من النمطية سيستخدم الخطاب الديني على غرار ما تم في أيام الاستفتاء وأيام مجلس الشعب في انتخابات الرئاسة، لكن أنا أقول من الآن أن ثماره لن تكون على النحو ذاته التي كانت عليه في مارس والتي كانت عليه في قبل الانتخابات التشريعية، لأن أداء البرلمان وتشكيله و ما جرى فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور والدعاية المضادة للمشروع السياسي للإخوان وحزب النور جعلت مياه كثيرة تجري في النهر. من يكذبني أنا طلبت أكثر من مرة يعني إذا لحزب الحرية والعدالة، أنا لا أخاطب جماعة الإخوان لدي جماعة غير شرعية لا وجود قانوني لها، حزب الحرية والعدالة طالبته أكثر من مرة وعنده باحثين يعمل قياسات واستطلاعات للرأي في الشارع المصري بطريقة يشرف عليها باحثين ثقات وعدول يحاولوا يصلوا إلى هذه النتائج. الأمور كثير منها تغير، يعني المصريون صوتوا لطيار، رأوه ملتزما، رأوه منتظما، رأوا بمكنته أن يخرجهم من الحالة التي كان عليها. لا ينسى الناس قبيل الانتخابات التشريعية حجم الدعاية الذي كان يصدر
عن الدولة التي تفكك، عن المؤامرة الخارجية، على أن هذه الثورة مخططة في الخارج، في وأنها نموذج صربيا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف من خلالها إلى تطبيق نموذج الفوضى الخلاقة. كل هذه الامور طيب اثرت في الراي العام. نعم، الراي العام ده ولكن اسمحني يعني بعد يعني بعد يتغير وضعه. طيب، ولكن بعد كل هذا كانت هناك يعني الانتخابات في النقابات، ومعظم النقابات كان هناك اكتساح مره اخرى للجماعه. قلت لك هذا، يعني انت قلت الاخوان الاخوان خدوا نقابه الصيادله، اغلب الصيادله في مصر بالبلاد من المسيحيين، المسيحيين لم يذهبوا للتصويت، واذا راحوا ما كانوش هيدوا الاخوان. فانا بقول لك القله المنظمه داخل النقابات، اللي مثلا بيترشح على المقاعد لو مجلس النقابه مكون من 12، بتجد حضرتك ان المرشحين بيصلوا ل 140 مرشح و 120 مرشح، في الاخوان بيصوتوا لسته او 12 بتوعهم، وبقية الناس أصواتها بتبعصر يمينا ويسارا. في موضوع ده ممكن تحصل في مجلس الشعب. طيب الرئاسة مسألة مختلفة تماما. طب أنت يعني تجزم الآن على شعبية الإخوان المسلمين المتناقصة في الشارع المصري، ولكن إذا كان الرهان الأخير في سباق الانتخابات الرئاسية سيكون مرشح من جانب المجلس العسكري ومرشح من جانب التيار الإسلامي، كيف سيكون وقتها الرهان على هذا المرشح الإسلامي؟ أنا أجزم لك من الآن إن أحد مرشح الإخوان قد يكون في الدور الثاني. يعني لو في انتخابات نزيهة بالضرورة هيوصل للدور الثاني، لأني طب إذن الشعبية ما زالت متواجدة حتى الآن؟ لا، تؤهله للدور الثاني. الدور الثاني ده أنت بتتكلمي على أصوات برضه هتتشتت في يمين، يعني دكتور عبد المنعم الفتوح هياخد أصوات. طيب، حمدين صباح إذا وصلنا إلى الدور الثاني وهناك مرشح لجماعة الإخوان المسلمين، من سيكون مقابل هذا المرشح؟ انت بتتحدثي عن انتخابات غايه في النزاهه، وان الماده 28 غير موجوده، دي اول حاجه. نمره 2، لا انا قلت انا اتحدث هنا عن الواقع. انا بتحدث عن الواقع، هقول لحضرتك حاجه، دايما الناس بالماده 28 وبما هو موجود حتى الان، يعني اللي هم بيوجهوا الراي العام، لان الدكتور خالد بيعول عليهم وهو صح، يعني لان في ناس هنا ممكن يكون فرد وحده، وانا قلت ده قبل كده لحد من جماعه الاخوان المسلمين، قلت لهم انتوا جماعه فوقنا وراسنا، لكن في واحد اسمه محمد غنيم ممكن كلمه منه 3 4 مليون يسمعوها، فدي شخصيات لها وزن ويجب ان تؤخذ في الاعتبار، لانها وراها تاريخ صنعته باقتدار وثقه ولم تكذب على الناس وجاهدت من اجل هذا البلد. وفي اي بلد في قاده راي، في الكتاب اعلاميين، والاسلاميين عندهم برضو قاده راي يعني، بس هم بيأثروا في الحيز بتاعهم اكثر يعني. لكن فانا بقول لحضرتك ان دول هيطرحوا على نفسهم سؤال، لو وصل مثلا، هفترض مثلا لو وصل مهندس خالد الشاطر او دكتور محمد مرسي مع عمرو موسى، ممكن يبقى السؤال بالنسبه لهؤلاء سهل الاجابه عليه، لكن لو وصلوا مع عمر سليمان يبقى طبعا مساله صعبه جدا، ساعتها يسالوا نفسهم سؤالين. السؤال الاول، هل الاخوان بادائهم منذ الثوره وحتى هذه اللحظه جزء من الثورة أم جزء من الثورة المضادة؟ الإجابة ستحدد اتجاه البعض، أنا بكلمك كباحث مش كموقفي. البعض سيطرح سؤالا كالتالي، التناقض الرئيسي مع من والتناقض الثانوي مع من؟ النهاردة كان في كاريكاتير مثلا معبر في جريدة الشروق لعمرو سليم، جايب عسكري وبيقول المر، وجايب رجل ملتحي وكاتب الأمر منه، ده موقف طيار. في طيار شايف أن التناقض الرئيسي مع العسكري، في ناس شايفه التناقض الرئيسي مع التيار الاسلامي. طب اسمح لي يعني فلنجعل الموضوع يعني اكثر وضوحا حتى يعني للمشاهدين، اذا كان هناك المرشح من جانب الجماعه او المرشح الاسلامي مع السيد عمرو موسى، انت كيف تتوقع هذا الرهان وسيكون لصالح من؟ لا، دي مساله بقى متوقفه على الدعايه التي سيتم انتاجها في هذه المرحله، اللي ممكن تعيد تشكيل الراي العام، ممكن بعض الوقائع والاحداث تحصل تغير. انا اضرب لك مثل بسيط، اصل اخواننا في التيار الاسلامي مش مدركين حجم انا نشات في المنيا وسط الجماعه الاسلاميه والجهاد، ورايت كيف كان هؤلاء يعاملون في مطلع الثمانينات، يتقال على الواحد فيهم سني، وحين كانوا يستهدفوا رموز الدوله دوله مبارك كانت الناس بتهلل لما يتعرض صفوه الشريف للاغتيال او عاطف صدقي للاغتيال، كانت الناس بتهلل. طيب استني بس، مع حادثه المقريزي، مدرسه المقريزي في مصر الجديده، لما ماتت طفله اسمها شيماء، وكيف استغل الاعلام هذه المساله واعتبر ان ده عدوان على المجتمع، ولينا جماعات ضد المجتمع،
واستغلت هذه المسألة على نطاق واسع إلى درجة عملت بين عشية وضحاها تحول في مزاج الرأي العام. فبدأ ينظر الإنسان البسيط من هذا الرجل الملتحي باعتباره رجل دين طيب ويطلق عليه لفظ السني بين قوسين، ده التعبير الدارج في مصر، نسميه إرهابي، ياخد بال حضرتك. كل ده حصل تغير في المزاج في ايام انتخابات الرئاسه، وقائع احداث، ممكن امور تجري، ممكن دعايه مضاده، دي مساله غايه في التعقيد. وانت طيب امام راي عام ممكن طيب اعاده تشكيل مساله غايه في التعقيد اذا كان هذا المرشح امام عمرو موسى، اذا كان هذا المرشح امام اللواء عمر سليمان. لو سالتيني عن رايي انا ضد عمر سليمان طبعا. انا هنا اسالك، سالتيني عن الراي العام، الراي العام لعب في راسه على النحو التالي: هذه دوله في حاله فوضى، ليس أحد قادر على تحمل المسؤولية، جماعة الإخوان التي خولناها وظننا فيها تحمل المسؤولية لن تتحملها. المواطن البسيط مش عارف التعقيدات، إن مجلس الشعب غير ممكن، وإن في قيود، وإن السلطة التنفيذية في يد العسكر، وإن في كل الكلام اللي بنقوله إحنا كالمثقفين ده هم طيب. لهمش دعوة طيب. بيحكم على سأنتقل إليك الأمور. دكتور أنت واخدة بالك دعم. فهيقول إيه بقى؟ إن المسألة محتاجة رجل يضبط. وإحنا شوف السواقين التاكسي، اسأل الناس في الشارع، الناس في الأسواق، الناس في الأتوبيسات، الناس في المترو، مداخلات التلفزيون اللي بتحصل، بريد الجرايد، التعليقات اللي على شبكة التواصل الاجتماعي. أنا بسأل، أنا ليه؟ أنا الحمد لله يعني عندي شبكة علاقات في الريف في الدلتا، وبروح بنفسي وبسأل وبسمع الناس من الفلاحين. لا، جرت في النهر مياه كثيرة، ومن لم يدرك ذلك يبقى عنده خلل. دكتور محمد، هل بالفعل جرت في النهر مياه كثيرة، أم أن جماعة الإخوان ما زالت صامدة، لديها قاعدة شعبية كبيرة في جميع المحافظات المصرية، هي التي تعطي أنبوبة البوتاجاز، وهي التي تؤدي دورا اجتماعيا كبيرا في كل المحافظات المصرية، وأن هذا الحديث هو حديث النغبة فقط، مسألة الوعود وأنها أخلت بالوعود وما شابه، وأن الأداء البرلماني على غير ما يرام؟ يعني ما حدش يقدر ينكر الشعبية التي والثقة التي والرصيد التاريخي والجمعي في الذاكرة والوعي المصري تجاه الإخوان، لأن المسألة مش مسألة حرية وعدالة بقدر ما مسألة 83 سنة من الكفاح والنضال التعليق على أعواد المشانق والتضحيات من أجل العقيدة وإلى آخر. هذا كل الزخم ده، وكرد للجميل الشعب صوت بشكل ما أو آخر للإخوان. طيب، هل سوف تظل هذه الصورة موجودة وبهذا الزخم ولا لا؟ ده بيتوقف على مجموعة من العوامل. يعني زي ما بقول، أخونا عبد المنعم هياخد من جمهور المصريين المتدينين تدين عادي، خدت بال حضرتك؟ كان من الممكن أن يأخذ من الجماعة في حدود مثلا 15-20%، ومن الدوائر المحيطة بالجماعة واللي هي بتعطيها ثقتها وولائها ومرتبطة بها عاطفيا وكده. لكن الآن مع الاصطفاف وراء خيرت، إذا يعني يسر الله تعالى له، لا، حيقل رصيد أو ما يخصمه عبد المنعم لصالحه. لكن من ناحية أخرى ربما يكون إنزال خيرت الشاطر أو احتياطيه قد يكون ذلك مستفزا لجمهور المسلمين العاديين، فضلا عن القوة الليبرالية، فضلا عن المسيحيين كذلك. نعم. لأنه كما سبق أن قلت أنه الشعب المصري حيرفض مسألة الاحتكار والاستئثار بالسلطة على كافة على كافة المواقع، فضلا عن أنه ده خطر على مش بقى جماعة الإخوان أو على التيار الإسلامي بقدر ما خطر على الوطن ككل. للأسف أنا كنت أود أن الإخوان والتيار الإسلامي برمته يعمل على احتضان كافة القوى الليبرالية والقومية واليسارية منذ اللحظة الأولى للثورة، لأنه نحن لدينا مقولة، وهذه المقولة يعني واقع، لكن نعم. نحن نرددها لكن لا نقتفي أثرها على أرض الواقع. نعم. هي أنه لا يمكن
لمصر أن تقوم من رقدتها ومن أزمتها فضلا عن أن تقوم هناك نهضة إلا بتكاتف كل القوى وتضافر كل الجهود. وقد حدث هذا الانشقاق والانقسام منذ نكبة التعديلات الدستورية ونكبة الاستفتاء عليها. طيب. وبالتالي الإعلان الدستوري الذي يعد انقلابا على الاستفتاء. نعم. طيب. دكتور محمد، يرى أن الحل الوحيد هو التكاتف يعني من أجل توحيد القوى مرة أخرى وتوحيد التيار الإسلامي. أنتم في الجبهة السلفية الصوت غير واحد وغير متجانس، هل من الممكن أن يكون هناك اصطفاف وراء مرشح إسلامي واحد؟ هو طبعا أنا أؤكد على الحقيقة اللي قالها دكتور محمد، هذه حقيقة وليست رؤية فقط، يعني حقيقة واقعية على أرض الواقع. يعني في الثورة لو بغض النظر عن خلاف الناس اللي نزلت يوم 25 ولا 28، على أي حال هي الثورة تحولت الثورة يوم 28 من كنا احتجاجات يوم 25، مع ان احنا نزلنا يوم 25 بتكلم على من انتمي اليه. طيب، ولكن بالنهايه هل من الممكن ان تتوحدوا، ان يكون هناك بس اسم لأنه مهمة. ان يكون أقوله. هناك اسم واحد يلتف وراءه حتى الصوت السلفي. خليني بس اقول ان الجزئيه دي انا اهم، لو لا نزول هذه القوى الاسلاميه ذات الشعبيه العريضه في الشارع ثم نزول عموم الجماهير المصريه لما نجحت هذه الثوره، كذلك اي انجاز اخر، فانا بقول دي حقيقه واقعيه لا مرية فيها. نحن سندعم، والشعب عموم الشعب المصري سيدعم من هو اقرب للصوت الاسلامي. الخلفيه الاسلاميه للشعب كله خلفيه عميقه جدا. الاطروحه اللي بيقوم عليها الطرح الليبرالي او العلماني اللي بيتبناه الدكتور عمار هي بتنبني على فصل السياسه عن الدين اصلا. السياسه عندنا لا تنفصل عن الدين، فممارستنا للسياسه هي من العمق الديني. الشعب متدين بطبيعته. كلام مفصل الدين عن السلطة. طيب ماشي. يعني ماشي خلاص. السلطة هي رأس السياسة على أي حال. لا ينفصل عن السياسة، صعب. ثم أنا عايز أقول حاجة. ممكن ينفصل عن السلطة. التيار الإسلامي هو الأعمق، هو الأكبر، المشروع الإسلامي هو الباقي في الواقع المصري، وهو الذي سينتج أي خير. وشوفي التيار الإسلامي لن يفقد زخم وقوته في الشارع مهما حدث من أحداث، لأن قوته وارتباط الناس بيه مرتبط بارتباط الناس بالدين، والشعب المصري مرتبط بالدين ارتباطا عضويا لا ينفصل. الرهان على التيار الإسلامي الموجود في الشارع المصري. شكرا جزيلا لكم. وكان معي الدكتور محمد، الدكتور عمار علي حسن الباحث في علم الاجتماع السياسي، والدكتور محمد حبيب النائب الأول لجماعة الإخوان المسلمين سابقا، والدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية. شكرا جزيلا لكم، أسعدتوني بهذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لكم وفي رعاية الله.